اهلا بيكم حبايبي طلبات الصف الرابع الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا محترمين ليسن 2 بارت بي. ليسن 2 كان عباره عن جزئين، خدنا الجزء الاول وحلينا عليه، النهارده هناخد الجزء الثاني. الجزء الثاني واللي في ليسن 2 بيتكلم عن بلانت ادابتيشن، تكيف النبات، ازاي النبات بيتكيف للمعيشه في البيئه اللي هو عايش فيها. بادئ الأسئلة بسؤالين كده سهلين، بيقول بالم تري شجر النخيل is adapted to grow، عنده تكيف إن هو يعيش and survive، ينمو ويعيش in rainforest habitat اللي هي الغابات الممطرة. طبعا الكلام ده غلط، هو مش بيعيش في الغابات الممطرة، بيعيش فين؟ في الديزرت. plants have adaptation like animal، النباتات عندها تكيف زي الحيوانات، to be able حتى تكون قادرة إن هي تنجو أو تعيش في بيئات مختلفة. الإجابة ترو. هنا بقى بيقول المقدمة دي يا ولاد، بلانتس can grow in every place، النباتات ممكن تنمو في أي مكان. that sunlight shines يعني اللي فيه المكان ضوء الشمس بيشرق، يعني طالما فيه ضوء شمس، فاهمين يا اولاد؟ يبقى دي فرصه جميله قوي للنباتات ان هي ايه تنمو بسبب عمليه البناء الضوء. even the bottom حتى لو ده في قاع البحار in polar region في المناطق القطبيه، يعني في المناطق القطبيه ممكن الاقي نوع معين من النباتات او الطحالب، فاهمين يا اولاد؟ عندها has tiny plants نباتات صغيرة بتنمو عاليا. خلاص يا ولاد؟ like animals plants have structural and behavioral adaptation. مش احنا خدنا يا ولاد مثلا الفينيك فوكس عنده structural adaptation تكيف تركيبه، وعنده behavioral adaptation. نفس الكلام النباتات عندها تكيف سلوكي وتكيف تركيبي. خلاص يا ولاد؟ هناخد أمثلة لبعض النباتات أو لبعض الأشجار بتعيش في بعض المناطق، زي مثلا إيه؟ في نوع معين من الغابات اسمها سافانا، غابات السافانا. غابات السافانا دي يا ولاد موجودة في جنوب أفريقيا، يبقى Southern African Savanna، غابات السافانا في جنوب أفريقيا. It is grassland، عبارة عن أرض عشبية، habitat with a mild temperature، يعني درجة حرارتها متوسطة. طبعا احنا بناخد فكرة عن المكان عشان بعد كده لما ناخد نتكلم عن النبات او الاشجار اللي عايشة في المكان ده نعرف صور التكيف ازاي. It is characterized by extreme lack of water، يعني غابات السافانا دي تتميز بنقص شديد من في الماء. Extreme lack، نقص شديد في الماء. During the dry season، اثناء فصل الجفاف. Acacia tree بيعيش بقى في السافانا دي يا اولاد حاجه اسمها اكاشا تري. اكاشا تري اللي هي شجر الصنط is a big tree that grow in savanna، شجره كبيره جدا بتنمو في السافانا. طب ازاي بتنمو؟ ازاي بتعيش؟ ازاي بتتكيف؟ ايه التكيف السلوكي؟ ايه التكيف التركيبي؟ هنعرفه كمان شويه. بص معايا، most large plant cannot grow in this habitat، يعني كتير من النباتات الكبيرة صعبة لها إن تعيش هنا. due to drought condition، نتيجة حالات الجفاف. لأن في أولاد بيقول لك في فصل الجفاف last half of the year، يعني بيبقى أكتر من نص السنة جفاف، مفيش أمطار أو مفيش مية، فاهمين يا أولاد؟ فعشان كده في نباتات كتيرة صعب إنها تعيش هنا، ما عدا شجر إيه؟ شجر اللي هي الأكاشا تري. ليه؟ علشان بتقدر تتكيف بطرق معينة هنشوفها دلوقتي مع بعض. طيب هل في أماكن تين غير السافانا؟ في حاجة اسمها أمازون رين فورست، غابات غابات الأمازون الممطرة. غابات الأمازون دي يا أولاد دي موجودة في البرازيل. such as Amazon rainforest of Brazil، it is rainy most of the year، يعني ممطرة طول العام. so it is easy to find water، سهل ان انت تلاقي فيها مية، لكن ده صعب
هنا في اكستريم لوك اوف ووتر، لكن دي ايزي تو فايند ووتر. ليه؟ عشان هي تز ريني موست اوف ذا يير. ريني موست اوف ذا يير يعني ممطره باستمرار، فاهمين يا اولاد؟ طول العام. It is characterized by strong winds. كده ميز كمان انها الرياح فيها شديده جدا. بينمو فيها نوع معين من الشجر اسمه كابوك تري. الحقيقه كابوك تري ده شجر مهم جدا، لان الالياف بتاعته تستخدم يا اولاد في المراتب بتاع السراير، فاهمين؟ والالياف بتاعته كمان بيعملوا منها القطن، القطن الطبي. يعني الكابوك ده ليه الحقيقه وظائف كتيره جدا. المهم الكابوك تري is a big tree that grow in Amazon rainforest. شجر كبير بينمو في غابات الأمازون. It is hard for some plants. من الصعوبة أن بعض النباتات in this habitat في هذا الموطن to reach sunlight. يعني صعب على هذا النوع من النباتات أن هي تصل إلى sunlight due to the extra tool. طول بتاعها كبير. three growing extra tall trees يعني أشجار طويلة جدا تصل الطول بتاعها to 70 meter tall، يعني ممكن يوصل طولها إلى 70 متر. خلاص يا ولاد؟ اللي بعده نبدأ بقى ندخل في اللي بعده صفحة 39. نشوف مع بعضين بقى يا ولاد بعض الأشجار تتكيف ازاي. يعني مثلا الأكاشا تري اهي، احنا اتفقنا انها بتعيش في السافانا، صح؟ أكاشا is adapted to survive through many months of drought. ازاي بتتكيف مع موسم الجفاف، أشهر الجفاف؟ أول حاجة احنا دلوقتي بنتكلم عن الأكاشا تري. أول حاجة الموطن بتاعها Southern Africa African Savannah. Southern African Savannah غابات السافانا اللي موجودة في جنوب أفريقيا. هنتكلم عن Structural Adaptation، التكيف التركيبي. يا ترى يا مستر إيه التكيف التركيبي اللي بيساعدها إن هي تعيش في فصول الجفاف وما تموتش؟ نشوف مع بعض. أول حاجة الليفز، يعني إيه ليفز؟ أوراق. عندها tiny leaves grow on its on the top of the tree. في الأوراق بتاعتها أوراق صغيرة موجودة على القمة بتاعتها. top يعني قمة، يبقى عندها أوراق صغيرة tiny leaves تنمو على قمة الشجرة. to help them hold water حتى تحتفظ بالماء while أثناء soaking up أو absorbing sunlight. يعني هي أوراق صغيرة تحتفظ بالماء أثناء امتصاصها لضوء الشمس. ليه؟ عشان لما تمتص ضوء الشمس يا محترمين الضوء الشمس يخلي الووتر والكربون دايوكسيد اللي بتاخده من الهواء يتفاعلوا مع بعض والنبات يقوم بعملية ايه؟ الفوتوسينس بروس، عملية البناء الضوئي، عشان الشجرة تكون أكلها بنفسها، فاهمين يا أولاد؟ يبقى هي أول حاجة في الستراكشرال ادابتيشن عندها tiny leaves اللي هي grow on the top of the tree to help them hold يعني تحتفظ بالماء. لما تكون أوراق صغيرة تحتفظ بالماء أثناء soaking up أو أثناء امتصاص. soaking up هي absorbing sunlight needed to make food، أثناء امتصاص ضوء الشمس عشان تعمل الأكل بتاعها. زير ار كمان النقطة التانية، يبقى دي النقطة الأولى في الاستراكتشرال ادابتيشن في الليفز. النقطة التانية زير ار شارب سباينز حواليها أشواك حادة around the leaves، يبقى حوالين الأوراق في شارب سباينز، أشواك إيه؟ أشواك حادة. ليه بقى يا محترمين؟ to prevent animals from eating these leaves. الأشواك الحادة دي بتمنع الحيوانات إن هي تاكلها، فدي تعتبر صورة من صور تكيف التركيبي structural adaptation. يبقى عندها sharp spines أشواك حادة ليه؟ to prevent animal
حتى تمنع الحيوانات from eating these leaves من أكل هذه الأوراق. حاجة كمان يا محترمين، trunk اللي هو الجذع بتاعها، الساق بتاعها الكبير، عندها very long trunk، جذع كبير. So most animal except giraffe ما عدا الزرافة cannot reach its leaves to feed on. يعني بقى هنا بتبقى عالية جدا، طويلة جدا، فده يمنع الحيوانات ان هي اوصل لمين، توصل للاوراق، بصرف النظر عن مين، عن الجراف، الجراف اللي هي ايه، الزرافة. خلاص يا ولاد. طيب نشوف مع بعض الملاحظة دي. The trunk in acacia tree stores water. يعني من ضمن الحاجات كمان ان الجذع بتاع الشجر ده بيخزن مية. ليه؟ عشان هي عايشة في منطقة فيها موسم جفاف، دروت سيزون، بيبقى فيه فترة طويلة مفيش أمطار، فبتخزن المية دي عشان تستخدمها. تخزين المية في الساق بتاع الشجرة دي عامل زي إيه؟ as the hum، عامل زي السنام بتاع الجمل. عارفين السنام الجزء ده بتاع الجمل؟ ده بيخزن إيه؟ in the camel stores fat. يبقى السنام ده بيخزن دهون بيحتاجها الجمل لما يجوع. نفس الكلام الترانك بتاع الاكاشا تري بيخزن ماء بيحتاجه لما بيعطش او محتاج ميه. فاهمين يا ولاد؟ اوكي. طيب ندخل بقى على الروت. يعني ايه روت؟ الجذر. very long root called taproot. taproot يعني اللي هو الجذر الرئيسي. طبعا جذره، جذر الاشجار دي طويل جدا، اسمه taproot، جذر رئيسي طويل جدا، يوصل لكام؟ يقول لك ذات جرو دايركتلي داون وورد، بينمو بشكل الى اسفل بشكل مباشر، تو سيرش فور ووتر، عشان يبحث عن الماء. از ديب على عمق از 35 متر بلو ذا سويل سيرفيس، تحت سطح التربه. يبقى هنا الجذر ده اسمه تابروت، وهو جذر طويل جدا، ها؟ جرو دايركتلي، ينمو مباشره الى اسفل. ليه؟ to search for water، حتى يبحث عن الماء، لان طبعا هي عايشه في بيئه نسبه الميه فيها قليله في بعض فصول ايه، الجفاف. فاهمين يا اولاد؟ اللي بعد البيهيفيورال ادابتيشن، التكيف السلوكي. يا ترى الشجره دي بقى، خدنا التكيف التركيبي، ان الليفز تايني ليفز، عندها اوراق صغيره وعندها شارب سباينز، بالنسبه للترانك عندها فيري لونج ترانك، بالنسبة للروت عندها very long root. كل اللي أنا شرحته تابع structural adaptation. أما البيهيفير بقى، التكيف السلوكي، يقول لك acacia tree can defend itself، بتدافع عن نفسها. إزاي بتدافع عن نفسها؟ يقول لك it produces poison، تفرز مادة سامة، when an animal begin eating its leaves، أول ما تيجي كائن معين يجي يأكل الورقة بتاعها زي الزرافة، تبدأ تفرز مواد سامة to make the leaves taste very bad، عشان تخلي طعم الأوراق very bad، سيء جدا. to keep the animal away، عشان تخلي الحيوان يبعد بعيد. يبقى أول حاجة it produces poison، بتفرز مادة سامة، بتفرز مادة سامة عشان تخلي إيه؟ تخلي طعم الليفز تيست فيري باد، طعم الأوراق سيء جدا. so it keeps this animal away، تبعد الحيوانات عنها. يبقى أول حاجة it produces poison، ده يعتبر إيه؟ behavioral adaptation. في حاجة جميلة كمان يقول لك إيه؟ it sends a smelly message، بتبعت رسائل ليها ريحة معينة، in the wind to warn other acacia tree nearby telling them to start making the same poison. لما يجي نوع معين من الحيوانات عايزة تتغذى على الأوراق، فتفرز مادة سامة وتعمل إيه كمان؟ وتبعت ريحة للأشجار المجاورة، تنتقل عن طريق الرياح. فاهمين يا ولاد؟ ليه؟ علشان تيلينج، تخبر الأشجار اللي جنبيها تستار، عشان تبدأ تفرز ذا سيم بايزون، نفس السم علشان الحيوانات ما تاكلهاش. يبقى أنت افهم بس، ركز في دول، it produces poison و it sends smelly message in the wind، تفرز مادة سامة، تبعت رسائل لها رائحة في الرياح، عن طريق الرياح. الاتنين دول يعتبروا يا محترمين، يعتبروا behavioral
adaptation. يعتبروا يا أولاد behavioral ايه؟ adaptation. اللي بعده صفحة يا أولاد 40. كده خلصنا الأكاشا، ندخل على ايه؟ الكابوك. كابوك تري بيسموها امبريلا شيبد تري، يعني شجرة تشبه الامبريلا اللي هي ايه؟ الشمسية. كابوك is adapted to survive، تتكيف انها تعيش في environment في البيئة through structural and behavioral adaptation. يعني دي كمان الكابوك عندها structural and behavioral. الالياف بتاعتها دي مهمة جدا يا ولاد. شجر الكابوك ده من الاشجار الجميلة جدا، بيعملوا من الالياف بتاعتها قطن طب. عارفين القطن الطبي؟ وعلى فكرة مش موجودة بس في البرازيل، موجودة في أمريكا، موجودة في المكسيك، يعني في بلاد تانية موجود فيها إيه؟ الكابوك تري. بتعيش في الأمازون رين فورست وبرازيل، بس قلنا أماكن تانية، بس اللي عليك هنا البرازيل. أمازون رين فورست وبرازيل. خلاص يا ولاد؟ نبدأ بقى نتكلم عن الاستراكشرال أدابتيشن، التكيف في التركيب. أول حاجة الليفز، الأوراق. الأوراق يقول لك شايف الورق عامل ازاي؟ هاند شيبد ليفز، أوراق تشبه اليد، عاملة زي الإيد. ويز نارو باردز، بأجزاء ضيقة على بعضها كده، عاملة زي أكن ده أصابع، فاهمين يا ولاد؟ ويز نارو باردز، الأجزاء بتاعتها ضيقة أهو. أوكي؟ ليه بقى؟ تو ألاو ويند تو موف مور جنتلي ثرو زي ليفز، عشان تسمح ان الرياح تتحرك بهدوء بين الاجزاء دي. without tearing them، يعني دي لو الاوراق دي لازقه ببعضيها وكبيره مع الرياح الشديده، ممكن ايه الرياح تاخد ايه؟ تاخد الورق ده وتقطعه. زي مثلا لما احنا بيبقى عندنا يافطه كده في الانتخابات ولا حاجه، واحد بيكتب مثلا دعايه ليه، فبيعمل ايه؟ بيروح حاطط فيها كده تقوب. عارفين ليه؟ عشان الهواء يدخل منها، فده يقلل قوة اصطدام الهواء باليافطة كلها، فاليافطة ما تتقطعش بسهولة. نفس الفكرة يا ولاد، هنا عندها نارو باردس تو الاو ويند تو موف مور جنتلي، حتى تتحرك الرياح برفق بتوين او امانج ذا ليفز، بين الاوراق. وزاوت تيرنج زام، من غير ما تتمزق. ندخل على الروتس. يعني ايه روتس؟ الجذور. لارج وايد روتس، يعني ايه بقى لارج وايد روتس؟ عندها جذور واسعة وكبيرة، بيسموها باترس روتس، جذور داعمة. باترس ايه؟ روتس. يبقى الجذور اللي عندها كبيرة جدا اسمها باترس روتس. باترس روتس are not planted، لا تزرع ديبلي بعمق in the ground but they grow high up، يعني بتنمو الأعلى on its trunk، بتبقى ملفوفة كده على الجذع بتاعها. to hold the tree firmly، عشان تخلي الساق ثابتة، فاهمين يا ولاد؟ أو تخلي الشجرة إيه؟ تبقى ماسكة بشكل قوي مش ضعيفة. in the soggy soil، أو في التربة الرطبة، فاهمين يا ولاد؟ اوكي. يبقى الجذور اللي موجوده هنا جذور واسعه كبيره، ها اسمها باترس روتس. باترس روتس اسمها ايه؟ باترس روتس. الجذور الداعمه القويه دي هدفها حمايه الشجره، ودي تعتبر ايه يا ولاد؟ استراكشرال ادابتيشن، تكيف ايه؟ تكيف تركي. الباترس روت كان ستارت اب، ممكن تعلو الى 5 متر above the ground، يعني ممكن تبقى فوق سطح الأرض بخمسة ايه؟ خمسة متر. ندخل على اللي بعده seeds، كله ده تبع ايه؟ structural adaptation. البذور كابوك تري have fluffy yellow، fluffy yellow seeds، بذور صفراء رقيقة خفيفة. to be easily carried by wind across the forest، عشان تتحرك بسهولة خلال الهواء، خلال الغابة عبر الهواء. يعني ايه بقى؟ يعني تنتقل بسهولة وتيجي في الغابة و
وتنبت وتكون أشجار أشجار تانية. يبقى هي عندها fluffy yellow seeds، بذور صفراء خفيفة رقيقة، to be easily carried by wind، حتى يسهل حملها عن طريق الهواء. طيب يا مستر كده خلصنا الاستراكتشرال، ندخل على البيهيفيور، التكيف السلوكي. الكابوك تري has delicious smelling، ليها ريحة لذيذة جميلة. الفلاورز بتاعتها الأزهار ذات رائحة جميلة جدا. دي تعتبر يا ولاد behavior. ليه؟ تفرز ريحة حلوة زي ديكا، بتفرز مادة سامة أو بتفرز مسج تنتقل خلال الهواء للأشجار المجاورة. هنا دي الأزهار الفلاورز دي عندها delicious smelling، رائحة لذيذة. ليه؟ to send message، عشان تبعت رسالة through wind خلال الهواء. to attract bats، عشان تجذب الخفافيش. الخفافيش بتعيش في الغابات دي يا ولاد. يعني وجدوا ان الخفافيش من اكتر الكائنات اللي بتعيش في الغابات دي، فهي بتعمل ريحة جميلة تشمها الخفافيش تيجي. فالخفافيش يلزق في جسمها ايه؟ البذور، وتطير. فممكن البذور تقع منها فايه؟ تيجي على تربة فتبدأ تنمو من جديد، بيسموها عملية ريبرودكشن، التكاثر. فهي بتفرز ريحة جميلة ديليجس، ده مين؟ الفلاورز. يبقى عندها ديليجس سميلينج فلاورز، أزهار ذات رائحة لذيذة. تو سند مسج، عشان تبعت رسائل خلال الهواء. تو اتراكت باتس، حتى تجذب الخفافيش نحوها. خلاص يا ولاد نشوف الأسئلة دي مع بعض. choose the correct answer. sending smelly message، إرسال رسائل ذات رائحة from acacia tree. طبعا لما تبعت رسالة معينة ده يعتبر إيه؟ only behavior. structural adaptation of kabuk tree، الكابوك. مين في دول structural adaptation؟ طبعا عندها إيه يا ولاد؟ ها أهي، it has buttress roots، اللي هي الجذور الداعمة. buttress roots، جذور داعمة، دي تعتبر structural adaptation في شجرة الكابوك اللي موجودة فين يا حلوين؟ اللي موجودة في الأمازون rainforest of برازيل. اللي بعده يا محترمين، يلا قربنا نخلص صفحة 40. صفحة يا ولاد 40، بلانت ساينتيست، عالم النبات. هنا بيقولك بقى ساينتيست هو ستاديز، العلم اللي بيدرس النباتات بيسموه بوتانيست. اسمه يا ولاد بوتانيست، عالم النبات. خلاص يا ولاد، يبقى العالم اللي بيدرس، ساينتيست هنا معناه عالم يا ولاد، انا اسف مش العلم. العالم اللي بيدرس، المسؤول عن دراسة النبات، اسمه عالم النبات بوتانيست. اسمه يا ولاد بوتانيست. يبقى المسؤول عن دراسة النبات العالم ده اسمه ايه؟ بوتانيست. هنا هنشوف مع بعض بعض النباتات وبتتكيف ازاي. يعني مثلا عندنا حاجة اسمها مانجروف تري، شجر المانجروف ده بيعيش في السولت ووتر، الماء المالح. it has long and strong growth، ده يعتبر structural adaptation، عنده جذور قوية طويلة. ليه؟ to resist the water wave، مش في هنا موجات مياه، عشان يقدر يقاوم موجات الماء عشان ما يتكسرش بسهوله. تاني مع بعض، يبقى النبات ده اسمه ايه؟ مانجروف تري، بيعيش في سولت ووتر، عنده ايه؟ has long and strong roots، عنده جذور قويه طويله. ليه؟ to resist، حتى يقاوم the water waves، موجات الماء. اللي بعده water lily، نبات اسمه زنبق الماء، ده بيعيش في الأرض الرطبة ويتلاند أو فريش ووتر، مية عذبة. it has white floating leaves، عنده أوراق واسعة طافية على سطح الماء، ورق واسع. فاهمين؟ ليه؟ to absorb، عشان يمتص أكبر كمية ممكنة من ضوء الشمس. يبقى to absorb a large amount of sunlight. اللي بعده pine tree، شجر الصنوبر، بيعيش فين؟ سنو، الجليد. ماله ده بقى؟ بيقولك the pine tree has triangular
shape and short branches. عنده شكل مثلثي الشكل والتفرعات بتاعته والأفرع بتاعته قصيرة. ليه؟ To allow the snow to slide easily. عشان الأفرع بتاعته صغيرة عشان يتزحلق من عليها الجليد ينزلق. To allow the snow to slide easily. فاهمين يا ولاد؟ هنا slide معناها ينزلق يا ولاد. أوكي؟ يبقى علشان to allow the snow to slide easily over it so it its branches don't break. الأفرع بتاعت الأشجار ما تتكسرش. لو كانت الأفرع كبيرة مع سقوط التلج ممكن تتكسر، لكن الأفرع بتاعته ايه؟ قصيرة. فاهمين؟ كمان عنده need leaves. الأوراق عاملة ناره ضيقة جدا عاملة زي الإبر. need leaves يعني أوراق إبرية. to prevent the loss of water حتى يمنع فقدان الماء. to prevent the loss of water يبقى الأوراق إبرية صغيرة. to prevent the loss of water. آخر حاجة أو الحاجة اللي قبل الأخيرة تقريبا عشان لسه هناخد التين الشوكي. البالم تري شجر النخيل بيشفي في الديزرت. it has thick roots and small leaves. عنده جذور سميكة thick roots and small leaves وأوراق صغيرة. تاني يبقى ده بيعيش فين؟ في الديزرت. عنده ايه؟ thick roots and small leaves يعني جذور سميكة أوراق صغيرة. ليه؟ to resist the strong wind حتى يقاوم الرياح الشديدة بتاعت الصحراء. يبقى to resist the strong winds. يبقى البالم تري بيعيش في الديزرت عنده thick roots and small leaves. ليه؟ to resist the strong winds. آخر صفحة يا محترم صفحة 42 يلا قربنا خلصها. باربري فيج اللي هو التين الشوكي فاكهة جميلة جدا بيعيش فين؟ في الديزرت. it has sharp spines عنده أشواك حادة and tough outer cover. tough outer cover يعني عنده غطاء خارجي صلب قوي. يبقى it has sharp spines and tough outer cover. ليه؟ to prevent animal from eating عشان يمنع الحيوانات انها تاكلها. يبقى to prevent animal زي مين؟ مين اللي كان عنده اشواك حاده sharp spines؟ الاكاشا تري الورق بتاع الاكاشا تري. ده نفس الكلام to prevent animal from eating its leaves and fruits. خلاص يا ولاد؟ طبعا الكلام ده مكرر سهل ما تقلقوش منه. نشوف مع بعض what happened ماذا يحدث. plant where placed in different environment لو النباتات وضعناه في بيئات في بيئة مختلفة. يعني في نبات بيعيش في بيئة معينة خدناه عيشناه في بيئة تانية ممكن يموت. this plant may die ممكن يموت تموت. or may adapt أو ممكن تتكيف مع النيو انفايرومنتال كونديشن مع الظروف البيئية الجديدة to survive عشان تعيش. فاهمين يا ولاد؟ and grow يبقى النبات أو النباتات لو حطناها في بيئة مختلفة عن البيئة بتاعتها they may die ممكن تموت أو may adapt the new environmental condition ممكن تتكيف مع الظروف البيئية الجديدة. مش مهم البيت. خلاص يا ولاد؟ اخر حاجه ويبقى الدرس خلص. ترو اور فولس بالم تري هاز شورت روتس. ازاي شجر النخيل عنده جذور قصيره؟ ده عنده جذور قويه ثيك سميكه اند بيج ليفز. ده عنده سمول ليفز يبقى فولس. اتنين ووتر ليلي بلانت ليف ان سولت ووتر. لا يا باشا الووتر ليلي بيعيش في الويت لاند او الفريش ووتر. مين اللي كان بيعيش في السولت ووتر؟ مانجروف تري. مانجروف تري هاز لونج اند سترونج روتس. المانجروف تري شجر المانجروف عندها جذور قويه وطويله. تو هيلب ذا بلانت عشان تساعد النبات تو ريزيست ذا ووتر ويفز تساعد النبات ان هو يقاوم موجات الماء. طبعا الاجابه ترو.
كده خلصنا يا ولاد الدرس كله، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا يا محترمين. ربنا معاكم وربنا يوفقكم يا احلى طلبه وطالبات، والى لقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.